أهلا بكم. ها هي أمريكا على قوتها ومناعتها في عين العاصفة متجاوزة الصين في عدد المصابين، ولا أحد يدري كم سيبلغ عدد الضحايا في قادم الساعات. استقبل البيت الأبيض الفيروس على أنه سياسي واقتصادي أكثر من كونه طبيعيا، هو الفيروس الصيني، كما دأب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تسميته منذ الوهلة الأولى وحتى يوم أمس. بمقياس النجاعة تعثرت واشنطن في استجابتها الأولية للوباء، ولم تتضح بعد لصناع القرار معالم الخطة باء لتفادي مزيد من الخسائر. قراءة ترى أن رئيس ترامب اليوم أمام امتحان إعادة الثقة، قراءة أخرى تجزم بأن كورونا وضع جميع مؤسسات الحكم الأمريكية على المحك. عنوان حلقتنا الليلة هذه: أمريكا في أوج الصراع مع الوباء الكورونا الجديدة، وصراع جديد بالنسبة لأمريكا هو البؤرة الجديدة. الموضوع لمناقشته ينضم إلينا من واشنطن كل من الدكتور إدمون غريب أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جورج تاون، وأيضا السيد بشار جرار صحفي في والمحلل السياسي أيضا ينضم إلينا من واشنطن. أبدأ معكما بسؤال على السريع: كورونا أصاب أمريكا بشريا واقتصاديا، هل دخل الفيروس على خط المنافسة مع ترامب في الانتخابات الرئاسية؟ أبدأ معك دكتور إدمون. مستقبل الرئيس ترامب السياسي سيعتمد على أدائه في التعامل مع القضية الصحية والجانب الصحي والجانب الاقتصادي. نعم. وأعتقد أن الجانب الصحي سيكون أهم. أستاذ بشار، هل دخل في منافسا مع في الرئاسيات مع ترامب فيروس كورونا؟ قطعا هو يتصدر من حيث أولا أداء الرئيس، وثانيا الخطة البديلة، ماذا يعرض المعارض لترامب من سياسات ستقنع الناخب الأمريكي. لهذه الأجوبة الموجزة براهين سنعود لنقاشها بعد دقيقة واحدة مع آخر أخبار ومستجدات كورونا في المنطقة وعبر العالم. أبدأ هذا الحوار مع دكتور إدمون غريب. دكتور إدمون، ترامب يوم 26 فبراير يقول لدينا 15 حالة إصابة بفيروس كورونا، خلال يومين سيكون لنا قرابة الصفر. يوم 26 مارس، يعني يوما بيوم بعد شهر، أمريكا هي البؤرة الأولى للإصابات لانتشار الجائحة. لماذا وكيف وصلت أمريكا لهذه الحال؟ بدون شك أنه كان هناك حالة أولا من الإرباك في التعامل مع هذا الوباء، مع هذه الجائحة. ثانيا كان هناك أيضا عدم اعتراف بخطورة هذا المرض، ربما أيضا عدم معرفة. ثالثا كان هناك أيضا عدم إعداد كافي. آخر مرة كان هناك إعداد لمثل هذه الأوبئة كان في بين 2014 و2016 لمواجهة داء الإيبولا. نعم. وكانت هناك بعض الإعدادات لذلك والتهيئة، ولكن يبدو أن هذه لم تؤخذ بعين الاعتبار أيضا. نعم. بالإضافة إلى ذلك كان هناك ما تفضلت وبدأت به، وهو البعد الاقتصادي، البعد السياسي. الإدارة الأمريكية، الرئيس ترامب مستقبله السياسي سيعتمد على إدائه الاقتصادي. هو الذي كان يقول أنه هو الذي حقق الكثير، ولذلك أعتقد أن هذا أيضا أثر على سيكون حاسما. أستاذ بشار، ترامب كيف يتم تقييم الرأي العام لأدائه في تعامله مع الوباء ابتداء وانتشاره في كثير من الولايات لاحقا؟ أنا أعتقد أن الجواب الدقيق والمنصف هو أن الآن الكل يراقب أداء الجميع. القرار ليس فقط سياسي، هناك قرار بإدارة أزمة، وهناك أسباب الأزمة. عامل الوعي يدخل عاملا رئيسيا وحاسما في هذه المسألة، إضافة إلى أن الكل يدرك
هو مقيم على الأراضي الأمريكية وليس فقط أمريكي يدرك أن القرار في الأزمات هو في الأساس قرار الجوفرنر حاكم الولاية. يعني هذا نظام فيدرالي، هناك سياسات فيدرالية، ولكن من يقدر الأمور على الأرض هو حاكم الولاية. من هنا نرى الآن من يتصدر المشهد هو فيدراليا حاكم نيويورك وهو ديمقراطي، وحاكم كاليفورنيا أيضا نيويورك، وعلى لا نيويورك، نيويورك الآن هي تتصدر المشهد. نعم نيويورك حاكم ديمقراطي كومو، والآن هي تتصدر المشهد. لماذا؟ لأن نصف حالات الإصابات في الولايات المتحدة موجودة في نيويورك، ونصف هذه الحالات في نيويورك طيب. موجودة في مدينة نيويورك تحديدا. إذن التحدي الأساس هو تحدي كيف يدير كل جوفرنر، كل حاكم، هذه المسألة على الصعيد المحلي. ومن ثم نعم هناك مراقبة للأداء على أعلى مستوى، وهو يتصرف الأكيد أنها لن تخلى مسؤولية ترامب من هذه الأزمة بالتحديد وكيفية إدارتها. دكتور إدمان، ترامب يقول أنه سيتم إعادة فتح كل شيء مع عيد الفصح، على ما أظن أن عيد الفصح هي تزامن مع 12 أبريل، خطوة يعتقد جميع خبراء الصحة أنها ستكون كارثية. هل ما زالت من وجهة نظرك إدارة ترامب لا تأخذ هذا الوباء، هذه الجائحة على محمل الجد؟ أعتقد أنها تأخذها على محمل الجد، ولكن الرئيس يحاول أن يبث الأمل والتفاؤل في أوساط الشعب الأمريكي علما بأن هذا الوباء، هذه الجائحة، ولن يتم حل أو هذه المشكلة بين الآن وبين 12 أبريل أو حتى ربما بآخر أبريل القادم. هناك تحديات كبيرة، وأعتقد أن الرئيس عليه مسؤوليات كبيرة. صحيح ما ذكره الأستاذ بشار مهم جدا، وهو أن هناك في الولايات المتحدة انقسام أو فصل في الصلاحيات بين الولايات، بين عمدات المدن والحكومات المحلية وبين الحكومة الاتحادية. ولكن جائحة من هذا النوع تحتاج إلى دور أساسي والدور الرئيسي للحكومة الاتحادية، وهذا إلى حد ما ما لم يحدث. البنتاغون كان يجب أن يتحرك أيضا، لديه قدرات هائلة، وهذه إحدى المشاكل الأساسية في الولايات المتحدة كما ذكر بيل جيتس. بيل جيتس في 2015 قال أن الخطر القادم هو سيكون خطر الفيروسات أكثر مما سيكون خطر الحروب. نحن مستعدين، نستعد للحروب ولا نستعد للفيروسات التي قد تقتل ملايين الأشخاص خلال السنوات القادمة، ويجب أن نكون مستعدين. أستاذ بشار، بما أنك ذكرت موضوع الحكومة الفيدرالية وطبعا الحكام وسلطتهم الآن التي تبرز، وذكرت أيضا حاكم نيويورك، نصف الولايات إذا تخضع لأوامر البقاء في البيت بأوامر من هؤلاء الحكام بالتحديد، ماذا يعني ذلك بالنسبة لأمريكا؟ هل أخذ هذا من السلطة الاتحادية؟ ولماذا أغلب هذه الإجراءات الحاسمة المصيرية هي بيد الحكام الديمقراطيين وليس الجمهوريين؟ هو كإحصاء الآن عندك 50 ولاية أمريكية، 24 منهم يتسلم الديمقراطيون الحكم فيها، 24 مقابل 26 للحزب الجمهوري، هذا عدديا. ولكن تصادف أن أكثر الولايات الآن تضررا وفيها بؤر هي بقيادة، تصادف بقيادة ديمقراطيين. الآن بعيدا عن توجيه الأصابع، قضية ألوم الآخر، هناك حزب جمعي وطني يعني دائما يعبر عن نفسه الولايات المتحدة الأمريكية عندما تقع كارثة، كما هو الحال عندما وقعت كارثة اعتداءات 9/11 الإرهابية. هناك حزب جمعي بالمواطنة والتصدي لهذا الخطر. المسألة الآن حتى ما أشرت إليه قبل قليل يا سيدتي ب 12 أبريل، هو الرئيس الأمريكي كما قال تماما أستاذنا الدكتور إدموند بأنه يريد أن يرفع من سوية الآمال ويبث روح التفاؤل، لأن عيد القيامة، عيد الفصح المجيد وعيد القيامة انتصار الحياة على الموت، على المرض. تتوقع أن يتم يعني مراجعة هذه القرارات الآن؟ أبدا يا نوفر سيدتي، الذي قاله هو أنني أأمل أن نتوجه إلى هذا التاريخ ونستطيع أن نعيد فتح البلاد اقتصاديا، طبعا بنوع من الضوابط التي تراعي الأزمة الصحية التي نمر بها. وقال مرارا وتكرارا أن الأمر مربوط بما سيسمعه من نصائح ليس أطباء، من الأطباء والاقتصاد في نعم. سأعود بعد الفصل سنتحدث عن الوضع الصحي، ولكن دكتور إدمان في دقيقة، أيهما يحتل الصدارة اليوم على أجندة ترامب، الاقتصاد أم مواجهة كورونا؟ بصراحة
أعتقد المواجهة الكورونا يجب أن تأتي أولاً تتصد، وبعد ذلك يتم التركيز على الاقتصاد، ولكن أيضاً ممكن التعامل مع المسألتين معاً، وهناك حاجة للتعامل مع الجانب الاقتصادي، لأن هناك الآن ملايين من الأمريكيين الذين أصبحوا بلا عمل، بعضهم بلا دخل حتى، وبالتالي فإن هناك حاجة للتعامل معهم، وبدأت الإجراءات من الكونغرس ومن البيت الأبيض ومن الحكومات المحلية بالتحرك في هذا الاتجاه، واضح. ولكن المسألة الصحية هي الأولى. واقع النظام الصحي في أمريكا وكورونا في قلب النزال السياسي بين الجمهوريين والديمقراطيين. بعد الفاصل ابقوا معنا. قبل أن أعود للحوار مع ضيفي الكريمين في واشنطن، في دقيقة سنتعرف كيف تحركت الأرقام لتصبح أمريكا تتصدر العالم كأكبر بؤرة لفيروس كورونا. وصل الحوار، إذن نعود إليك أستاذ بشار. أستاذ بشار، قبل أيام عمدة نيويورك يقول إنهم على بعد أيام فقط من نقص حاد في المعدات الطبية، إن لم يتم الحصول على أجهزة تنفس فإن الناس ستموت. كيف يمكن تفسير أنه في أمريكا اليوم 2020 يوجد هذا النقص الحاد في المعدات الصحية الأمريكية؟ يا سيدتي، مرة أخرى يعني هناك تمييز واضح يجب أن يكون بين كيف تتعامل أي مؤسسة، ليس فقط المؤسسة الصحية، بين الوضع الاعتيادي وبين حالات الطوارئ. بحالات الطوارئ كل الأمم مهما بلغ تقدمها لا يمكن أن تتعامل دفعة واحدة مع حالة صحية طارئة، وإلا لاستغل أصلاً وانتفى مفهوم الإمرجنسي، غرفة الطوارئ هي تعامل مع طارئ. الآن لماذا نقول ونعيد الكرة مرة أخرى أن هناك قرارات على مستوى فيدرالي وعلى مستوى الولاية ذاتها؟ لأنه هي قضية اختيار أولويات. الأولوية الآن وصل النقاش حتى تعداه، يعني من خلال 48 ساعة تعدى النقاش الآن إلى ظهور شغلات تتعلق حتى في العقائد. هناك طرحا إلى أي مدى نستطيع أن نخدم هذا المريض لو كان في حالة احتضار. أصبحت المسألة قانونية أخلاقية روحية في الموضوع الصحي بالتحديد. الولايات المتحدة الأمريكية هي لديها تبعية كبيرة للصين ب 80%، 80% من المعدات الطبية، من الصيدلية، من الأدوية هي تتبع للصين، تصنع في الصين. نتحدث من الأسبرين إلى أدوية السرطان. هذا الوضع، التبعية هذه هي التي خلقت الضعف لدى الولايات المتحدة الأمريكية في التعامل مع هذه الأزمة بالتحديد. كلام سليم نوفر، وضعت يدك على الجرح، وهذا أعتقد هو النقاش الذي ليس فقط مطروحا في الولايات المتحدة الأمريكية وإنما في كل دول العالم. إلى أي مدى نخاطر في أمننا الصحي بالاعتماد كليا على الخارج؟ هذه مسألة الآن ستدخل في الانتخابات، ستدخل في الأمن القومي لدى كل الدول تقريبا. صحيح، ولأجل الصدفة المحضة، ومن هنا تأتي التحليلات السياسية بأن الرئيس ترامب وبصرف النظر عن كثير إدارته لهذه الأزمة ويقصد نقاطا سياسية بطرحه الإحمائية، بطرحه بالتركيز على أمريكا أولا وانعدام التواصل والإحتكاز على دول الصين، خاصة الصين كدولة مركزية. كان لديه 4 سنوات لم يقم بذلك الرئيس ترامب، خاصة في موضوع حيوي ومهم للأمن القومي الأمريكي وهو الأدوية. على السريع دكتور إدمون، كيف سيكون بالإمكانية تلبية هذه الاحتياجات التي جاءت مرة واحدة في أمريكا في موضوع هو مثل ما قلت يتبع الصين في التصنيع ويتطلب الكثير من الوقت، إذا ما تم إقرار أن تكون شركة مثلا سيارات ستغير تصبح تجهز أجهزة مثلا التنفس؟ هذا التغيير ليس سهلا أبدا.
بالضبط بالضبط، هذه ستحتاج إلى سنوات وليس إلى يوم أو يومين أو إلى شهر وشهرين، ولكن يمكن التحرك بسرعة. الولايات المتحدة لديها قدرات هائلة تقنية يعني متقدمة جدا، لديها خبراء أيضا من أفضل الخبراء الموجودين على المستوى العالمي، لديها الأموال، ولكن المسألة تحتاج إلى قيادة، تحتاج إلى إدارة، تحتاج إلى تنسيق بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية، ولكن الحكومة الاتحادية مسؤولية كبيرة. نعم. مثلا الجيش الأمريكي يقوم بمناورات كثيرة، جاهزيته للحروب هائلة، لا توجد ربما دول قليلة لديها مثل هذه الجاهزية الموجودة، إن كانت من ناحية بسبب المناورات، بسبب الأسلحة التي تخزن والتي تطور، ولذلك فإن هناك حاجة للتحرك بهذا الاتجاه الصحي بنفس الطريقة ونفس الأسلوب الذي يتم التعامل مع التحديات العسكرية. أستاذ بشار، كيف يتعامل الديمقراطيون مع الأزمة؟ هل ستحسم جائحة كورونا مسألة المرشح الديمقراطي لصالح بايدن؟ أعتقد أن الآن ونحن نتحدث هناك تصويت، لا أعلم إن انتهى أم لا، في مجلس النواب الأمريكي لإقرار الحزمة التنشيطية التحفيزية الأولى لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي وقيمتها 2 تريليون دولار. هذا يشير إلى أن نعم هناك إمكانية للتعاون بين الحزبين، وإن كانت كل التحليلات تشير إلى أن بايدن خسر كليا في هذه المعركة أمام ترامب، يعني إضافة لبيرني. طبعا بيرني وبايدن مجرد عن اختفاء انقطاعهم عن الحملات الانتخابية أخلى الميدان لترامب، وبالتالي هو سجل مزيدا من النقاط. للإنصاف أقول أن هناك نجما قد لاح في الأفق بالحزب الديمقراطي اللي هو كومو حاكم ولاية نيويورك. الآن إذا استطاع صاحب القرار في الاستابليشمنت للحزب الديمقراطي أن يبدل ويطرح اسم كومو مثلا عوضا عن بايدن، أقول لك ستكون منافسة قوية بين الطرفين. أما بايدن ترامب، حتما ترامب حسم الأمور لصالحه. أستاذ دكتور إدمون، في الفورين بوليسي اليوم في إحدى مقالات يتحدثون عن أن ما حصل في هذه الجائحة هو أكبر فشل استخباراتي في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. لا أعرف إن هذا مبالغة أم لا، ولكن ما هي نقاط الضعف التي كشفتها هذه الأزمة بسرعة إن سمحت؟ فعلا هذا أيضا نقطة مهمة جدا، وذلك أن الاستخبارات الأمريكية لم تستطع أن تقدم المعلومات للمسؤولين الأمريكيين حول مثل هذه حدوث مثل هذه الأوبئة وفي هذا الوضع. هناك مشكلة تعاني منها دوائر الاستخبارات الأمريكية، وهي أنها أحيانا تركز تنظر إلى الأمور فقط ضمن الإطار التقليدي، ولا كما يقولون تفكر خارج الصندوق، وهذه إحدى المشاكل. الولايات الاستخبارات الأمريكية لم تقدر مثلا أن الاتحاد السوفيتي سينهار، فشلت في إقالة أن العراق لديه أسلحة دمار شامل، هذه ربما كانت مسيسة. فشلت أيضا في تقييم نتائج الحرب، هذه فقط أمثلة بسيطة. بدون شك هناك مسؤولية على الاستخبارات، ولكن المسؤولية هي أوسع من ذلك. سأختم الحلقة معكما بسؤال واحد، أي منهما سيهزم الآخر في الانتخابات الرئاسية، ترامب أم كورونا؟ أبدأ معك أستاذ إدمو. أعتقد أن كورونا هي ستكون ربما الخطر الأكبر الذي يواجه الرئيس ترامب. إداءه مع هذه الأزمة سيقرر مصيره السياسي. حتى الآن هناك ارتفاع بسيط كما ذكر الأستاذ بشار في آخر استطلاعات الرأي، ولكن نسبة الناس غير راضين عن إدائه لا تزال فوق 50 إلى 52%. أستاذ بشار، من سيهزم الآخر بسرعة، ترامب أم كورونا؟ الإنسان الأمريكي سيهزم كورونا، وبالتالي أعتقد أنه في إدارة ترامب الحالية سينجح في الانتخابات المقبلة قطعا، في احتمال واحد فقط، إذا لا قدر الله وقعت وفيات كبيرة قد يكون نعم هناك نوع من الانتقام غير المباشر من ترامب وإسقاطه بالانتخابات، ولكن حتما لن يكون لصالح بايدن حتما. وصلنا بهذا لنهاية حلقتنا من قابل النقاش، كان عنوانها أمريكا في أوج الصراع مع الوباء، البؤرة الجديدة لكورونا المتجددة. جزيل الشكر لضيفي الكريمين من واشنطن دكتور إدمون غريب أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جورج تاون، أستاذ بشار جرار المحلل السياسي والصحفي، شكرا جزيلا لكما.
دبي الحيوية العملاقة التي ما تعودت في يوم من الأيام غير الحركية والنشاط تلتزم بالحجر الليلي في عطلة الأسبوع. شوارع دبي النابضة بالحياة دوما بدت خالية التزاما من ساكنتها متعددة الأعراق والأجناس والأديان بقرار غايته تعقيم جميع المرافق الحيوية العمومية والخصوصية. مستوى المدنية العالية لسكان المدينة العالمية سهل المهمة التي تجري الآن بانسيابية منقطعة النظير. ابقوا في البيوت، تصبحون على خير.